الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون. وبعدله ضل الضالون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه متمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Todas las alabanzas son para Allah. A ti sigo y que no hay otra divinidad excepto Allah y que Muhammad y su siervo y mensajero. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. البروفيت محمد que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo: De las personas que estarán abajo de la sombra de Allah, un hombre que su corazón está unido a las mezquitas. والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد الذي يعمرها بطاعة الله. La persona que su corazón está unido a las mezquitas, que construya esas mezquitas con obedecer a Allah, يعمرها بذكر الله. Con el recuerdo de Allah, ya'muruha bis-salah, construya esa mezquita para realizar las oraciones, ya'muruha biqira'at al-Quran, y recitar el Quran. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi muhkam al-tanzil: innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal-yawm al-akhir wa aqama as-salah وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب في جماعة براسيل أو راسيون إلا مسكيتا إن جروب حيث ينادى بها حيث ينادي بها واندو إل سكوتش الجامازو إلا راسيون رجل قلبه معلق بالمساجد ونيد على مسكيتاس كلما نودي للصلاة فيها سار إليها كي كذا بيسكي سكوتش الجماد دي لوراسيون الى ذان السيبا كون ترانكليداد اي امور برا رياليزار اي ساوراسيون واذا قضيت الصلاه ظل القنا وتعالى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا البروفيت محمد كي لا باس الى بنديسيون دي الله سين كون الديكو اكاسو نوكير سابير دي لاس كوم والله perdona nuestros sus pecados ويرفع بها الدرجات y Allah les eleva grados en el paraíso قالوا بلى يا رسول الله كنت سار سي او مسخر دي الله قال اسباغ الوضوء الى المكاره hacer la ablución correctamente وكثره الخطا الى المساجد وكثره الخطا الى المساجد y hacer muchos pasos hacia las mezquitas وانتظار الصلاه بعد الصلاه اسبرار اون اوراسيون على بروكسيما فذلكم الرباط فذلكم الرباط اي اسو اس كومو لا لوتشا بور لا كوسا دي الله اس الميسمو بور لا لوتشا بول لوتشا بور لا كوسا دي الله كيري ديسير كي تيني الميسما لا ميسما ريكومبينسا كي اونا بيرسونا كي لوتشا بور لا كوسا دي الله هذه القلوب سارعت الى مرضات الله اسس كراسون سي بوسكا لكم بلاسنسيا دي الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. البروفيت محمد كي لاباس إلى بين السنة دي الله سينكون الديكو لا لاس بوينس نوتيسياس على لاس بيرسوناس كي كامينا موتشو أسيا على مسكيتا كل لوس كومبليتا إن الديا دي الخويسو فينال. سابيبوس كي الديا دي الخويسو فينال لا خينتي سي كيدا إلا أوسكوريداد. نو أبرا لوس إن الديا دي الله سبحانه وتعالى يقول نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. La luz se extenderá para ellos de delante y de la derecha. Este, cuando tú haces muchos pasos hacia una mezquita, Allah subhanahu wa ta'ala te da la luz. Dice el Nabi sallallahu alayhi wa sallam: لما سئلت عائشة رضي الله عنها سألها عبد الله عبيد بن عبد الله فقال لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله؟ عبيد اسمكم بنيرو كبرغنت عائشة لا اسبوسة للبروفيت محمد. فقال لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله؟ أكاسو من بويدس كنتار كومو إيرا لإنفرميداد للبروفيت محمد. البروفيت محمد إن سوس أولتيموس مومينتوس توبو لإنفرميداد. فقالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. البروفيت محمد سبا انفيرمو نبوديا سي لوراسيون الى مسكيتا. فقال: اصلى بالناس؟ البروفيت محمد ديكو لا جينتي ريسارون بوركي سبا ان لا انفيرميداد سبا ان لا كاما. فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. يديكو نو ريسارون اي تيستان اسبيراندو او مسخيرو دي الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. Él dijo: tráeme agua, porque él tenía fiebre fuerte. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Fafa'alna faqtasal. Y él se bañó con esa agua que le trajeron. Thumma dhahaba liyanu fa'ughmi alayhi. Y cuando se quiso levantar a ir a la mezquita, se desmayó. Qala, falamma afaq. Y cuando despertó, dijo: asalla al-nas, la gente rezaron. قلنا: لا، ايوس كنت سارو نو مسخر دي الله اتي سيجن اسبيراندو. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر المسخر دي الله كلا باس الى سبين سون دي الله سين كوريل انبيو ابو بكر بارك ديريخ الى اوراسيون. فقال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفه. Cuando el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se sintió un poco bien, quería ir a la mezquita. فخرج بين رجلين. Y él le llevaron dos personas, apoyando entre ellos. بصلاة الظهر. وأبو بكر يصلي بالناس. Y Abu Bakr, su compañero, dirigió la oración. وهذا الحديث يبين لنا كيف كان هم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد. إذا حديث موسرة لبريكو باسيون للبروفيت محمد برا أسير أونا أوراسيون إلى مسكيت السابع انفيرمو نو بوديا لبنتار سي كده كونسيينتي pero él cuando cada vez que despierta lo primero que pregunta la gente rizaro. ¿Acaso nosotros llegamos a ese punto? Jamás, ninguno de nosotros. La verdad, si buscas la realidad, si buscas que Allah subhanahu wa ta'ala llegar o encontrar su recompensa, lo primero que debe que tu corazón se haya unido a las mezquitas. Lo primero. Si tu corazón no ama estar en la mezquita, tienes que volver e investigar por tu fe realmente. Tu fe tiene algo que debes investigar y mejorar tu fe. البروفيت محمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. البروفيت محمد كلا باس إلى بين السنة دي الله سينكول ديخو بيني un tiempo una época que la gente se preocupa tanto como se ve la mezquita y arreglos zina los arreglos que hice más bonito que el otro hizo
Pero realmente no rezan. No rezan en la mezquita, se refiere. Que la mezquita está bonita, pero realmente la gente reza en sus casas. Y llegamos a esa época que dijo el mensajero de Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. البروفيتا محمد que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo: cada persona que hace pasos hacia la mezquita, Allah subhanahu wa ta'ala lo obtendrá grados, lo obtendrá su casa en el paraíso mientras él va y vuelve a la mezquita. Allah subhanahu wa ta'ala quiere decirte que te va a construir una casa. Y la condición para eso depende de tus pasos hacia la mezquita. Para construirlo y tener ese lugar ante Allah, debes hacer más pasos hacia la mezquita. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. ابن عمر que Allah يسيكم بلاسيد وكن الديخو رسامس كن المسخير دي الله لو رسون دي المغرب. فرجع من رجع لو يقول أخي انتي سفوي وعقب من عقب اي اترس كي كدارو. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا ابينو البروفيتا محمد كلا باس الاس من دي سنو دي الاس ينكريل كريندو اسيا ايوس. قال أبشروا لسديخو تندرا لابوين نوتيسيا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء. الله لس أبري أونا بويرتا دي لاس بويرتا دل سيلو يباهي بكم الملائكة. يا الله لس من سيونا أنتس دي لوس أنجلس كي الله لس أورا آسيا لوس أنجلس أنتس دي لوس أنجلس. يقول انظروا إلى عبادي مير ميس يربوس قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. سيا كبار دي ريسار أونا وراسيون بريسكريتا استيستان اسبيراندو على بروكسيما. Cuando tú rezas una oración y esperas para la otra, Allah subhanahu wa ta'ala habla de ti frente a los ángeles. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. البروفيتا محمد que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo: la persona que está más lejos de la mezquita tendrá más recompensa a quien vive cerca de la mezquita. Mientras tu casa más lejos, tú ganas más recompensa de una persona si vive cerca de la mezquita. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاة. بروفيت محمد que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo: mientras uno se sigue esperando a otra oración, los ángeles dicen: والله perdónale, والله tendrá misericordia de él. Ellos piden a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala te perdona y te tendrá misericordia. الإمام الأعمش رحمه الله un imam se llama الأعمش وهو أحد رواة الصحيحين y de las personas que escribieron los libros del hadith. لما حضرته الوفاة cuando se llegó su muerte فبكى ابنه كثيرا. Su hijo estaba llorando porque el papá se va a morir. Se siente él la tristeza. فقال لابنه le dijo: oh hijo mío, أبكي ولا تبكي نجوريس. فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. هو إيخو ميو نجوريس برمي. خورو بور الله كي ديس دي 60 أنيوس نونكا مي أفلتادو لبرميرا تكبيرة دي لوراسيو. كي تودو دورانتي إيسوس 60 أنيوس الرسابة كون الإمام إلا مسكيت. نوري سابا إنسو كاس. وسعيد بن المسيب رحمه الله يقول في سكرات الموت: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. سعيد بن المسيب ديخو خربر الله كي ديس دي
40 años que nunca se hizo el llamado de la oración, sino que estuve en la mezquita antes del llamado de la oración. Eso era la situación de los de la gente. Ellos, la verdad, tuvieron que sus corazones estuvieron unidas a las mezquitas. Ellos aman por hacer una oración en la mezquita. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام الأولى كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. البروفيتا محمد كي لاباس إلى بنديسون دي الله سيان كون الديكو كي الريسا 40 دياس إن جروبو إلا مسكيتا كي الكانسا لبرميرا تكبيرة دي لاوراسيون تكبيرة الإحرام الله سبحانه وتعالى لو بريسكريتا دوس بروتكسيونيس أونا دي الانفيرو إلى أوترا إز دي لا إيبوكريسية. يروى أن أحد الصالحين فاتته صلاة العشاء. Si cuenta que uno de los virtuosos se perdió la oración del Isha en grupo. فقال الله المستعان. Él dijo como Allah es suficiente. Está como se siente la tristeza por perder esa oración. ما فاتتني صلاة في جماعة إلا هذه الصلاة. Nunca ha dejado una oración en grupo menos esa oración. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: El profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah sean con él dijo: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب 27 درجة. La oración en grupo es mejor que la oración solo de 27 grados. Voy a rezarla, la llama, la usaliennaha 27 marra. Como yo perdí esa oración, voy a rezar 27 veces. Él quiere saber si alcanza la misma recompensa. Faqama fasallaha 27 marra thumana. Y levantó y rezó esa oración 27 veces, luego durmió. Faraa fil manam. أن هناك خيالة عليهم ثياب بيض. El vio en el sueño que habían personas montando caballos con vestido blanco. وإذا هم جماعة في المسجد وقد ذهبوا. Ellos estuvieron en la mezquita y se fueron. وهو وراءهم على أرجله. Él estaba detrás de ellos caminando. ويحاول أن يصل فلا يلحق. Y trataba de alcanzarlos, pero no les alcanza. وفي الأخير التفت إليه أحدهم وقال: y al final uno de ellos, de esos que están montando caballos con vestido blanco, le volvió a ver y le dijo: no tratas de alcanzarnos. نحن صلينا جماعة وأنت صليت وحده. Nosotros rezamos en grupo y tú rezaste solo. Ese quiere decir que aunque tú rezas en tu casa y nunca abandonas a ninguna oración, pero nunca será la misma recompensa rezar en grupo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos hace de las personas que sus corazones sean unidas a las mezquitas, que nos hace de las personas que aman a realizar oraciones en las mezquitas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wasrif 'anna sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayk.
إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.